ماتك درجة أن يكون نموذج لغة نموذج رومانية، فأرى أن بعد ذلك نذكر من ماتك رومانية وغير رومانية. طبعا النموذج أو النموذج الروماني عندك الشيخ عبد الله الجنائي حفظه الله، يعني نماذج مشرفة التي اعتنت بالقرآن الكريم وحفظته منذ وقت مبكر، ولعل المصحف الذي حفظ فيه القرآن لا يزال يحتفل به إلى الآن ويحب أن يقرأ منه كثيرا، وهو قد سافر إلى بلدان كثيرة من ضمن الأردن، وقد درس يعني القراءات القرآنية خلال 6 سنوات، وهو يتعلم وينهل من علوم علماء الشام. كذلك الشيخ محمد هذا يعني كما ذكر هذه القصة عبد الفيصل الجيلاني يقول حفظ القرآن الكريم فانتشرت هذه الطاقة الإيجابية الموجودة معه فنشرها على جميع أفراد أسرته، وقبل عدة سنوات والحمد لله حصلت إمام زاهر عندما كان حصلت إمام زاهر عندما كان في الصف 12 المركز الأول على مستوى السلطنة في حفظ 10 أجزاء. كذلك قبل يعني عدة سنوات أتى طالب من تونس من جزيرة جربة، فذكرت أنه توجد مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، وكذلك على مستوى مسابقة قبطي وأرقامي، وكان في الصف العاشر، وكان المحرر وقتها حفظ سورة البقرة وهو لا يحفظها، فأتاني بعد الحصة فقال يا أستاذ أنا مستعد لحفظ هذه السورة، وكان الوقت متأخرا يعني قريبا من وقت تصفيات، فشجعته وكان يخالفني شك في نفسي أنه سيستطيع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم باجتهاده الكبير ويعني مواظبته خلال شهر واحد تقريبا حفظ سورة البقرة، وأتاني ليسمع فتفاجأت، وكانت لديه مجموعة من الأخطاء فبدلوا عليها، على العموم ذهب واستعد للمسابقة وحصل على المركز الخامس في ذلك العام، وفي السنة التي بعدها حصل على المركز الأول على مستوى المحافظات مسقط. طالب أخير أختم بذكره، يعني قبل أيضا هو الآن في زيتها إن شاء الله يصبح 12، يعني عندما كان في السنة العاشر أو في التاسع أتى لمسمع فسمعت له فقراءته كانت ضعيفة جدا، يعني لا يطبق أحكام التجويد، و يعني قد توجد لديه بعض أخطاء في الحفظ، فلما انتقل إلى الصف العاشر طبعا نحن في المدرسة في بداية السنة نسأل أو نعمل جماعة لحفظ القرآن الكريم ويسجل فيها الطلاب، وبعد ذلك نقوم بتقسيمها على الأساتذة الذين يعني متخصصين مع معلمين التربية الإسلامية وعلى بقية المعلمين المهتمين بهذا المجال، فكان يعني هو قد وزعته على معلم معين، فبعد ان ذهبنا للتصفيات على مستوى المديريه اتى المعلم ليسالني عن هذا الطالب، فقلت له يعني لم احضر تسميته لكن لا اتوقع انه سيحقق شيئا، فعندما اتى هذا الطالب وشارك في مسابقه رد وارتقي وكنت يعني وقتها مقيما، يعني تفاجات من مستوى العظيم الذي حققه، يعني فرق شاسع بين العام الماضي وبين هذا العام، فعندما كنت اسمع يعني قلت ربما هذا المقطع لان في بدايه السوره لا يخطئ فيه، ولكن تفاجات بان لديه اتقانا كبيرا، فسالت ما السبب؟ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى واجتهادي كان السبب في صديق اخر له متقن كثيرا لتلاوة القرآن الكريم ومهتم بحفظه، هو الذي كان يقرئه وهو الذي كان يسمع له وهو الذي كان يصحح له، وهنا تأتي أهمية الأقران الذين يساعدون بعضهم. حلقة
تساعد على هذا الأمر. ولذلك يجب على الآباء أن يحرصوا على أن يتابعوا أصدقاء أبنائهم وأن يكونوا إيجابيين مهتمين بدروسهم وبتحصيلهم وبأخلاقهم ودينهم وبحفظ القرآن الكريم حتى يتمثلوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. وإذا كان هذا الفضل العظيم القرآن الكريم فيجب ألا يكون اهتمامنا به مقتصرا على الجانب الظاهر فقط مجرد الأثر، ولكن يجب علينا أن نقوم بحقوقه حق القيام بتلاوة وحفظ وفهم وتدبر وعمل به ودعوة إليه، وبها ينتشر الخير بين الناس وينعم المجتمع ويسعد وتقوى أمة الإسلام ويرتفع عنها هذا يعني الواقع المليل. وبإذن الله سبحانه وتعالى تستعيد سائر عزها وتليد مجدها.